شيء هي مقاطعة عين الشيخ. واريد ان اؤكد هنا احنا كندخلوا الاتحاد الشراكي للانتخابات الجزئيه، هذه الدائره تدخلوا هدف ديالنا وهو تخليق الحياه السياسيه، وهو ان تكون هذه الانتخابات الجزئيه انتخابات نموذجيه، لانه المنطقه هذه 20 سنه وهي كتعاني من تجار الانتخابات، كتعاني من شراء الاصوات، كتعاني من استعمال الوسائل الدنيئه لاستماله الناخبين، مما ادى المنطقة الساكنة أنها تولي أنها ما تبقاش تشارك في الانتخابات، لأنه تعاني من نفس الوجوه. الآن نازل المنطقة، ساكن المنطقة تريد التغيير، التغيير في الأشخاص، التغيير في السياسات، لأنه المقاطعة ديال عين الشوق هذه السنة عاشت سنة بيضاء. علاش؟ لأنه هناك تضارب ما بين المكونات السياسية تتضارب على المصالح ديالها من هذا التيار او ذاك، لان هذه الاغلبيه اللي مسيطره على الجامعه اغلبيه الهدف ديالها هو خدمه المصالح ديالها على حساب الساكنه ديال المقاطعه. الان السكان كاين تجاوب مع الاتحاد الشراكي، كاين تعاطف كبير، الاساسي هو انهم يمشيو يصوتوا يوم الخميس 26 شهر، لانه الا بغاو التغيير التغيير كيكون بالمشاركه وليس بالعزوف، باش يبدلوا الوجوه يبدلوا السياسات داخل المنطقه، ان خاص المشاركه تكون مشاركه كثافة، ويحاربوا تجار الانتخابات وسماسرة ديال العمل الانتخابي.